أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا. بداية بالعناوين: أنطونيو غوتيريش يثمن الدور الإيجابي للجزائر في محيطها الإقليمي. في ملف العدوان على غزة، الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط القطاع ومعارك عنيفة بخان يونس. في الرياضة، المنتخب الوطني يعود إلى أرض الوطن بعد الخروج المبكر من كان كوت ديفوار. أهلا بكم من جديد في المستهل. وفي ختام مهمته إلى نيويورك، اجتمع وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي وبمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي إلى جانب قضية الصحراء الغربية. نبقى في ملف العدوان على غزة. وفي اليوم 111 ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بحق الفلسطينيين ينتظرون المساعدات بمدينة غزة وسط استمرار القصف بمختلف مناطق القطاع وحصار مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع. وبالتوازي تستمر الاشتباكات العنيفة في خان يونس، إذ أعلنت كتائب القسام استهداف دبابات إسرائيلية، كما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة مع قوات الاحتلال غرب خان يونس. في ملف آخر، توقعت الحكومة الإسرائيلية أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث شرع اليوم وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة وفد وزاري هام في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي ولاد جلال وبسكرة لمعاينة واقع القطاع من خلال وضع حجر أساس وإدخال حيز الخدمة العديد من المنشآت الصحية. الوزير سيشرف أيضا على افتتاح أشغال الملتقى حول إنشاء أقطاب النشاطات الصحية، الذي يهدف بحسب الوزارة إلى تحقيق عدة نتائج تتمثل في ضمان حصول الفئة المستهدفة من المواطنين على خدمات صحية عادلة وشاملة ودائمة، وكذا تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من مواطني المناطق المحرومة، وكذا تقليص عمليات نقل المرضى إلى الولايات المجاورة. إلى بجاية، إن اجتمعت رئيسة الدائرة بالمحتجين من سكان الحي الفوضوي لصاص بوادي غير من أجل إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم التي دامت أكثر من 40 سنة، والذين يشكون تماطل المسؤولين المحليين في تسليم السكنات المجمدة منذ 2007 لغاية اليوم. وخلص الاجتماع التنسيقي للتحضير لعملية إعادة إسكان بعض المجمعات السكنية الفوضوية على مستوى بلديتي بجاية ووادي غير في الأيام القليلة المقبلة. التغطية لرشطة النسيم من بجاية. كان بطلب من سكان حي لكساس، تم اليوم لقاء مع كل مواطني حي لصاص على مستوى الحي طبعا، تم السماع إلى كل مطالبهم وانشغالاتهم. إذن بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري وممثلين قلت عن هذا الحي، تم بإذن الله الاتفاق على كل النقاط التي من شأنها أن تقوم بتسهيل عملية الترحيل والقضاء على هذا الحي القزديري الذي دام لأكثر من 40 سنة، وتوفير مساكن تليق
العائلة الجزائرية على الأقل توفر لهم الحياة الكريمة. إذا بالنسبة لقاطني، هذا الحي يوجد 88 مسكن قصديري، على أساس أن تقوم العملية هذه المرة بإعادة إسكان 42، ولكن بقرار من السيد والي الولاية الذي قرر القيام بالعملية مرة واحدة، يعني بترحيل كل قاطني هذا الحي وعددهم 88 والقضاء عليه في نفس اليوم. مبروك. ومبروك على الجميع. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بلقاء سكان حي لاصاص الهش هنا في بلدية وضغي بحضور رئيسة الدائرة لبجاية والسيد رئيس مجلس الشعب البلدي السيد مقران عمر، أين توصلنا إلى إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء معاناة دامت أكثر من 40 سنة لهذه الساكنة في هذا الحي. اليوم يوم فرح بالنسبة لهذه الساكنة. أين توصلنا مع ممثلين هذا الحي إلى إيجاد أرضية اتفاق وإيجاد طريقة لترحيل العائلات المحتاجة إلى سكن لائق الذي هو حق دستوري وتطبيقا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية بإسكان كل عائلة في مسكن لائق والقضاء على هذه الأحياء الفوضوية الهشة. احتضنت المديرية العامة للحماية المدنية بوهران فعاليات الأيام الدراسية حول الإعلام في الأزمات بهدف تطوير الكفاءات الإعلامية في صفوف هذا السلك الحساس من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والتحسيس، مع تقديم تكوين شامل حول إبراز أهمية الإعلام للحد من المخاطر والكوارث. عبيدية حكيم، مراسل قناة رؤيا من وهران. بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الحماية المدنية أثناء كوارث الأزمات في جانب التدخلات من الجانب العملي، فإن للجانب الإعلامي دور كبير، ولذلك اليوم افتتحت المديرية العامة للحماية المدنية لتنظيم هذه الأيام الدراسية حول الإعلام أثناء الأزمات وفائدة المكلفين بالإعلام. تندرج هذه الأيام الدراسية في عملية تكوين وعملية اكتساب الخبرات والتقنيات الجديدة ومواكبة كل ما هو جديد في جانب الإعلام، خاصة أثناء الأزمات التي تعرف خاصية مختلفة عن الحوادث الأخرى، وكل هذا لتبادل الخبرات ما بين مكلفي الإعلام في الولايات وكذلك اكتساب معلومات جديدة. النقيب بلال عبد القادر مكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران. تحتضن مديرية الحماية المدنية لولاية وهران على مستوى المجمع البيداغوجي فعاليات الأيام الدراسية تحت عنوان إعلام في الأزمات لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام على مستوى 11 ولاية من الغرب الجزائري ووسط الغرب الجزائري، والمنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، وتدخل في إطار تحيين وتقييم المكتسبات لفائدة الضباط المكلفين في الإعلام، حيث سيتم تقديم مداخلات ودروس من طرف ضباط وإطارات المديرية العامة للحماية المدنية تخص بالدرجة الأولى الأخطاء الكبرى في الجزائر، كذلك مخططات تنظيم النجدة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى كيفية استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة خاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. في الرياضة، عاد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الجزائر قادما من بواكي اليفوارية بعد الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا، حيث حطت طائرة الخضر بمطار هواري بومدين في حدود الساعة 1 صباحا، وودع الخضر كان كوت ديفوار من الدور الأول بعد الهزيمة في الجولة الثالثة أمام موريتانيا بهدف دون رد. وأعلن رئيس الفاف مغادرة جمال بالماضي أيضا للعارضة الفنية للخضر بعد التوصل إلى اتفاق لفسخ عقده بالتراضي. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.